الحمد لله رب الأرباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي فتح للخير الأبواب، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآب. وبعد، هذا بيان أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نبي الله عيسى المسيح عليه السلام بشر برسول آخر الزمان، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما بشر به الأنبياء السابقون من قبله، فذكروا صفاته كما ذكرت في التوراة والإنجيل، وذلك ليعرفه بنو إسرائيل ويتابعوه. ولما كان نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، قام عليه السلام في بني إسرائيل خطيبا، فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم، وأنها بعده في النبي العربي الأمي خاتم الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق، وهو أحمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. يقول الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء الذين اتبعوا نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. روى البيهقي في الدلائل وغيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وقوله دعوة أبي إبراهيم، وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وهنا فائدة من جملة وصايا عيسى المسيح عليه السلام لأتباعه، أنه قال لهم:
إنه يأتي بعدي نبي اسمه أحمد، فآمنوا به واتبعوه إذا ظهر. وكان ممن سمع وصية عيسى عليه السلام واحد من الجن المؤمنين، فهذا الجني المؤمن بلغ خبر هذه الوصية لأربعة من أهل اليمن، كانوا قد خرجوا من بلادهم ونزلوا بأرض في الجزيرة العربية، وذلك قبل أن يظهر اسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا ظهورا تاما، وكانوا قد أدركهم المبيت بالبرية في آخر الليل، فسمع أحدهم وهو الجعد بن قيس صوت هاتف، أي صوت جني من غير أن يرى شخصه، وهو يقول: ألا أيها الركب المعرس بلغوا، إذا ما وقفتم بالحطيم وزمزما محمدا المبعوث منا تحية تشيعه من حيث سار ويمما، وقولوا له إنا لدينك شيعة، بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. فلما دخل الجعد بن قيس إلى مكة صار يبحث ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى دل عليه، فلما اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم عرفه وآمن به وأسلم. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام جميل الشكل والصوت ربعة، أي ليس طويلا ولا قصيرا، آدم اللون، أي ذا سمرة خفيفة، سبط الشعر، أي شعره متسلسل ناعم. وكان من سيرته عليه السلام أنه كان زاهدا لا يبالي بنعيم الدنيا وملذاتها الفانية، بل كان قلبه متعلقا بالعمل للآخرة وبطاعة الله تعالى. وكان عليه السلام يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر من نحو الملوخية والهندباء من غير طبخ، وكان لا يدخر عنده شيئا، ولكن ينفقه على الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يتخذ منزلا يأوي إليه، وإنما يبيت وينام أينما يدركه المساء. وكان عليه السلام ورعا كثير البكاء من خشية الله تعالى، متوكلا على مولاه كثير ثقة القلب بخالقه ورازقه. فكان عليه السلام يتحرى الطعام الحلال، وقد قال بعضهم إنه كان يأكل من غزل أمه مريم عليها السلام. وقد روي عنه أنه خرج يوما على أصحابه وعليه جبة صوف وسروال صغير يستر عورته، وكان حافيا باكيا شعثا مصفر اللون من الجوع يابس الشفتين من العطش، فقال لأصحابه: السلام عليكم يا بني إسرائيل، أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله، ولا عجب ولا فخر. ثم قال لهم: أتدرون أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك؟ فقال: بيت المساجد، وإدام الجوع، وسراج القمر بالليل، وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس، وريحاني بقول الأرض، ولباس الصوف،
وشعاري خوف رب العزة وجلساء الزمنى والمساكين. أصبح وليس لي شيء، وأمسي وليس لي شيء، وأنا طيب النفس غير مكترث، فمن أغنى مني وأربح؟ وقد كان عليه السلام شديد التوكل على الله تعالى. روى أبو داود في كتاب القدر بالإسناد عن طاووس قال: لقي عيسى بن مريم إبليس فقال: أما علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك؟ قال إبليس: فأوفي بذروة هذا الجبل فتردى منه إلى أسفل، فانظر هل تعيش أم لا؟ فقال عيسى: أما علمت أن الله تعالى قال: لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت. وسمي نبي الله عيسى المسيح عليه السلام بالمسيح لكثرة سياحته في الأرض ليعلم الناس دين الله وشرعه ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. وقيل سمي بالمسيح لأنه كان يمسح على المريض الأبرص والأعمى وغيرهما فيشفى بإذن الله تعالى ومشيئته. ويطيب لنا أن نختم حلقتنا بذكر خبر المائدة التي نزلت من السماء على عيسى عليه السلام. أنزل الله تبارك وتعالى سورة المائدة وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه السورة سورة المائدة لأنها تتضمن قصة المائدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى من السماء عندما سأله عيسى بن مريم عليه السلام إنزالها من السماء كما طلب منه ذلك أصحابه وتلاميذه الحواريون. ومضمون خبر وقصة هذه المائدة أن عيسى بن مريم عليه السلام أمر الحواريين بصيام 30 يوما، فلما أتموها سألوا عيسى عليه السلام إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله تبارك وتعالى قد تقبل صيامهم وتكون لهم معيدة يفطرون عليها يوم فطرهم، وتكون كافية لأولهم وآخرهم ولغنيهم وفقيرهم. ولكن عيسى عليه السلام وعظهم في ذلك وخاف عليهم ألا يقوموا بشكرها، فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من الله تبارك وتعالى. فلما ألحوا عليه في ذلك قام إلى مصلاه ولبس ثيابا من شعر وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالبكاء، ثم أخذ يتضرع إلى الله تعالى في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا، فاستجاب الله عز وجل دعاءه فأنزل سبحانه المائدة من السماء والناس ينظرون إليها وهي تنحدر بين غمامتين، وجعلت تدنو قليلا قليلا، وكلما دنت منهم يسأل عيسى المسيح عليه السلام أن يجعلها رحمة لا نقمة، وأن يجعلها سلاما وبركة. فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي مغطاة بمنديل، فقام عيسى عليه السلام يكشف عنها وهو يقول: بسم الله خير الرازقين.
فإذا عليها من الطعام سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة، وقيل كان عليها خل ورمان وثمار ولها رائحة عظيمة جدا. ثم أمرهم نبيهم عيسى عليه السلام بالأكل منها، فقالوا له لا نأكل حتى تأكل. فلما أبوا أن يبدأوا بالأكل منها أمر عليه السلام الفقراء والمحاويج والمرضى وأصحاب العاهات، وكانوا قريبا من 1300، أمرهم أن يأكلوا من هذه المائدة، فأكلوا منها فبرئ كل من به عاهة أو آفة أو مرض مزمن، واستغنى الفقراء وصاروا أغنياء، فندم الناس الذين لم يأكلوا منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك الذين أكلوا. ثم صعدت المائدة وهم ينظرون إليها حتى توارت عن أعينهم، وقيل إن هذه المائدة كانت تنزل كل يوم مرة، فيأكل الناس منها فيأكل آخرهم كما يأكل أولهم، حتى قيل إنه كان يأكل منها كل يوم 7000 شخص. ثم أمر الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام أن يقصرها على الفقراء والمحتاجين دون الأغنياء، فشق ذلك على كثير من الناس، وتكلم منافقوهم في ذلك فرفعت، ومسخ الذين تكلموا في ذلك من المنافقين خنازير. وقد روي عن الصحابي الجليل عمار بن ياسر أنه قال نزلت المائدة من السماء خبز ولحم، وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير. يقول الله تبارك وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ومعنى قوله تعالى حكاية عن أصحاب عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أي هل يستجيب ربك لك إن طلبت منه هذا الطلب؟ فلا يجوز أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال هذه المائدة من السماء، فالله تعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، وإنما كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي؟ وهو يعلم أنه مستطيع. والله أعلم وأحكم. نقف هنا ونتابع في الحلقة المقبلة بإذن الله أقوال عيسى عليه السلام. نستودعكم الله.